عليكم مشاهدينا. إضراب القطاع العام والذي بدأ اليوم الخميس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في البلاد شل مختلف المطارات والموانئ التونسية. وجه الإضراب الذي يشمل 159 مؤسسة ومنشأة حكومية ومن بينها 10 مطارات بعد فشل المفاوضات مع الحكومة التي رفضت مطالبا تقدم بها الاتحاد العام للشغل. من جانب آخر يحمل بعض المراقبين الاتحاد العام للشغل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد بسبب كثرة الإضرابات التي دعا إليها لزيادة في الأجور والتي تسببت في تراجع الإنتاج وتوقف نسبة النمو والضغط على إمكانيات الدولة المالية. كل ذلك مشاهدينا يدفعنا للتساؤل، ما الذي يعني إضراب تونس الذي دخل حيز التنفيذ وما المطالب؟ هل يؤدي توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات إلى تصاعد الأزمة في البلاد؟ ما خيارات الحكومة التونسية في مواجهة الإضراب العام؟ في خطوة قد تشدد الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد وإدارته التي تعاني من أزمة سياسية ومالية، ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس إضرابا عن العمل في القطاع العام ليوم واحد ردا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين. الاتحاد التونسي للشغل دعا في بيان إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل نحو 3 ملايين موظف في كامل أنحاء البلاد، موضحا أن الإضراب هو للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال بعد مماطلة الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم التي وصفها بالمشروعة. كما أشار الاتحاد في بيانه إلى أنه من المفترض أن يلتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والاتصالات والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى توقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد. والتزاما منها بالإضراب ألغت شركة الخطوط التونسية رحلاتها المبرمجة اليوم وأعلنت تأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد، وقالت الشركة أن بإمكان المسافرين في الرحلات المؤجلة استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجانا وعلى مدى أسبوع في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجلة مع التزاماتهم. وأكد اتحاد الشغل نجاح الإضراب في المطارات بنسبة 100%، وقالت وزارة النقل أن حركة النقل العمومي ستشهد اضطرابا على مستوى كافة منشآتها ومؤسساتها الوطنية والجهوية تبعا للإضراب، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات. بدورها اتهمت الحكومة اتحاد الشغل بعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد في ظل المعارضة التي يبديها للمفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية. من تونس أرحب بضيفتي السيدة آسيا العتروس إعلامية ومحللة سياسية، أهلا بك ضيفتي في حلقة اليوم من برنامج وقفة مع الحدث. إذا نتساءل ونسأل عن هذا الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى منظمات نقابية في البلاد، ما الذي يعني ذلك بالنسبة لتونس بشكل كامل وأسبابه الحقيقية التي دعا من خلالها لهذا الإضراب؟ مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني اليوم كان يوم خاص جدا لأنه يوم أصاب البلاد بالشلل تقريبا في كل القطاعات، وهو أيضا مقدمة لصيف ساخن ليس من حيث المناخ فقط ولكن من حيث الأحداث السياسية وتفاعل تطورات الأزمة في البلاد مع بدء العرض التنازلي لموعد 25 من جولاي
جويليا القادم، وهو موعد الاستفتاء على الدستور الجديد. يعني الإضراب الذي أعلنه الاتحاد اليوم كان تقريبا سبيقه إعلان بالإضراب منذ 30 من مايو الماضي، وتقريبا كنا نتوقع حتى اللحظات الأخيرة من يوم أمس أن يكون هناك بادرة أمل على يعني تجاوز هذا الإضراب العام والمرور إلى ربما حلول تجنب البلاد هذا المشهد وهذه التداعيات الكبيرة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في مرحلة طبعا صعبة جدا، مرحلة تتزامن مع بداية عودة التونسيين من الخارج خاصة بعد انقطاع دام سنتين بسبب الكورونا، مع أيضا نهاية امتحانات السنة الدراسية الحالية، مع أيضا الكثير من الأحداث وبداية أيضا انتعاشة في السياحة التونسية. اليوم نحن لن نحمل لا الاتحاد الشغل هذه النهاية التي آل إليها الوضع، ولا أيضا الحكومة، لأننا إزاء وضع معقد ومعقد جدا، وربما كان يفترض أو كنا على الأقل نتأمل أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد، وباعتباره اليوم يعني تقريبا هو الماسك الوحيد بكل السلطات في البلاد، كان أحرى يعني لو تم تجنب هذا الوضع وربما فتح آفاق صغيرة للحوار وللبحث عن حلول بديلة عوض الإضراب العام الذي تقريبا شمل كل القطاعات، ورأينا اليوم المطارات مهجورة، ورأينا المواطنين في الشارع، خاصة احنا بطبيعتنا نعاني من وسائل النقل العمومي تقريبا منهكة، واليوم يعني رأينا معاناة المواطنين في الشارع يعني في انتظار حافلات تأتي، في انتظار مترو لا يأتي، وفي انتظار يعني غياب وسائل النقل العمومي. يعني المشكلة اليوم وبعد كل هذا يعني ما هي الخطوات القادمة، وهل سيتجه المشهد وسيتجه الاتحاد أيضا إلى مزيد التصعيد، أم أننا سنشهد انفراجا في العودة إلى الحوار وفي تغليب منطق المفاوضات والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض حول مطالب اتحاد الشغل وغيره؟ طيب. حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور معلقة، لا نعرف الكثير عن تداعيات هذا اليوم من الإضراب العام. بالتأكيد يعني هو يوم ثقيل على الاقتصاد وعلى الميزانية التونسية التي تعاني، يعني هذا ليس سرا، ومن أزمة اقتصادية عالقة. يعني نقاط عديدة تفضلت بها السيدة آسيا، يعني عذرا على المقاطعة هنا، ولكن أريد أن أناقشها معكم إن كنت تسمعيني. المفاوضات إن كنت تسمعيني سيدة، يعني قطع عديدة تفضلت بها الآن، أريد أن أعرج عليها معك تحديدا كما تفضلت بها، خاصة الخطوات القادمة أيضا في ظل يعني التداعيات المحتملة والتي تفضل بها مراقبون بعد هذا الإضراب. يعني بالفعل بالتأكيد كان الاتحاد العام للشغل يعلم ويعرف التداعيات التي من الممكن أن يخلق هذا الإضراب اليوم الواحد، لنقول إن بقيت على هذا اليوم فقط، بالتالي لماذا يعني استمرت في ذلك، حتى أنها قالت بأن هذا الإضراب تكلل بالنجاح، يعني ما الذي أرادت الوصول إليه عبر هذا الإضراب تحديدا والقيام بذلك، كون أن البلاد يشهد بالفعل وضع مزري إن كان اقتصادي وإن كان من جوانب أخرى عدة. هو بالتأكيد يعني تصريحات يعني قيادات الاتحاد تقول أن الاتحاد أن الإضراب نجاح كبير، بالنظر إلى أنه شهد تقريبا مشاركة بلغت نسبة 96%، ولكن أنا من منطلق الحكمة والمنطق، يعني الاتحاد من حقه أن يدافع عن منظوره، ومن حقه أن يدافع عن مطالبه، وأن يبحث عن كل سبل التحاور مع أصحاب السلطة والماسكين بزمام الأمور، ولكن أنا لي رؤية مختلفة في هذه الناحية، وأنه ما الذي جعلنا نبلغ هذه الحالة من تعقيدات
ومن القطيعة ومن غياب الجسور ومجالات التحاور بين الحكومة، حكومة بودن يعني، ونقصد بالتالي رئيس الجمهورية باعتبار أنه الفاعل الحقيقي والفاعل الوحيد في المشهد، وبين اتحاد الشغل الذي وأعتقد هنا أنه يعني حاول في أكثر من مرة أن يمد يده، أن يمد يده وأن يطالب بحوار مع قيس سعيد، وأنه حتى بعد 25 جويلية كان من ساند مسار ما وصفه بمسار التصحيح، وكان شدد في أكثر من مناسبة على رفض العودة إلى ما قبل 25 جويلية، ولكن تقريبا رأينا الكثير من الصمت والرفض من جانب الحكومة ومن جانب يعني رئيس الجمهورية حتى هذه المرحلة. وتقريبا احنا اليوم دخلنا في إطار معركة كسر العظام، يعني لا أرى معناتها ما يمكن أن يكون لصالح معناتها الاقتصاد والبلاد والمجتمع في هذه المرحلة بالذات، أسباب يعني عدم وصول الطرفين إلى نقطة معينة في المفاوضات التي حصلت والتي أدت إلى هذا الإضراب من جانب الاتحاد العام للشغل التونسي. يعني نناقشه أيضا مع ضيفي من تونس دكتور عبد السلام شقير، إعلامي ومحلل سياسي. دكتور عبد السلام أهلا بك. إذن قال ضيفتي بأن من حق يعني الاتحاد العام للشغل بأن يقوم بالإضراب لنقل وأن يكون له مطالب معينة فيما يشهده الوضع حاليا وما إلى ذلك، ولكن هل ترون بأن هذا الوقت كان مناسبا ليقوم بهذه الخطوة، خطوة الإضراب تحديدا، و هل حقق أي شيء فعليا من خلال ذلك؟ يعني إضافة إلى ذلك، المطالب التي طالب بها وتم رفضها لنقل من جانب الحكومة ومن جانب الرئيس التونسي ما هي؟ في البداية مرحبا بك وبكل متابعي قناة اليوم، ومرحبا بضيوفك الكرام. ما أندد به اليوم وفي الآونة الأخيرة هو حرص بعض القوى طبعا على تشويه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن هذا الإضراب العام في القطاع العام اليوم 16 جوان. هنالك حملة ممنهجة لشيطنة الاتحاد ولطبعا تشويهه ولإلصاق عديد التهم بالاتحاد العام التونسي للشغل، من ضمنها كونه الآن في هذه المرحلة بالذات لا يجب على أي قوة في البلاد أن تخرج أو أن تضرب أو أن تطالب بحقوق منظورها. هذا خطأ فادح وخطأ جسيم يهدد الديمقراطية في تونس، ويهدد حرية التعبير في تونس، ويهدد حرية التنظم وحرية طبعا الدفاع عن الحقوق المكتسبة للمواطن التونسي. هذا من جهة. من جهة أخرى، الاتحاد العام التونسي للشغل من حقه أن يضرب. اليوم أختي الكريمة، كل الأسعار في تونس والمؤشرات الاقتصادية في تونس أصبحت صارخة ولا يقدر عليها المواطن التونسي. حتى المواطن التونسي من الفئة المتوسطة أو من الفئة الغنية تدهورت معيشته. يعني اليوم مع طبعا هنالك ركود على مستوى الرواتب، ليست هنالك زيادات في الرواتب في القطاع الخاص ولا القطاع العام ولا الوظيفة العمومية. إذن هنالك حالة من الفقر المدقع يعيشها المجتمع التونسي، حالة من الفقر التي طالت كما قلت فئة المثقفين وفئة الوظائف السامية والوظائف العليا في البلاد، مما جعل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو المنظمة الشغيلة وهو قلعة النضال التي أتت بالاستقلال بالوطنيين في وقت ما، هذا لا يمكن أن نتناساه. يعني الاتحاد العام التونسي للشغل هو تقريبا قلعة النضال التي ظلت يعني إلى اليوم صامدة وإلى اليوم تدافع عن حقوق منظوريها. هذا من حق الاتحاد العام التونسي للشغل. حينما يقولون التوقيت غير مناسب، أنا أتساءل هنا لماذا لم تتحرك أي قوة من القوى الموجودة حاليا والتي تتلون مع كل يعني كيان سياسي جديد أو مع كل حكومة جديدة وتتغير مبادئها وتتغير ثوابتها وتصبح تقدح في كل من يعارض التمشي الحكومي أو من يعارض إرادة رئيس الجمهورية إلى آخره. لماذا لم تتكلم هذه القوى حينما تمت إدارة الدولة بالمراسيم في الآونة الأخيرة، حينما تم خرق القوانين في عديد الأشياء، في عديد القطاعات، في عديد المواضيع؟ يعني هنالك يعني خرق صارخ وواضح للقوانين من طرف السلطة الحالية في تونس. لم تتكلم
استخدام كل هذه القوى. اليوم يريدون اقحام الاتحاد العام التونسي للشغل في المرحله في المساله السياسيه وفي الشان السياسي. هذا خطا فادح، هذا ما يروج له يعني كل المقربون من السلطه. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل لديه منظوريه، لديه عوامل اجتماعيه صعبه يدافع عنها، لديه طبعا مناخ اقتصادي معقد وتهميش واضح للشعب التونسي من جراء كل العشريه السوداء هذه ومن جراء من حكموا تونس الى اليوم. اذا هو واضح في مبادئه وواضح في دفاعه الشرس عن حقوق منظوريه وعن الشعب التونسي. واضح في مبادئه وواضح في دفاعه الشرس كما تفضلتم دكتور عبد السلام، ولكن ما الذي حققه من هذه الاضراب؟ يعني او لنقل ما الذي سيحققه حتى؟ نعم، هو الاضراب اليوم لا يزال متواصلا الى الساعه منتصف الليل. اذا أن نتنبأ بما سيحدث حتى يعني يوم الغد. يعني هل سيكون لقاء من مع الحكومة، لقاء على طبعا على خلفية هذا الإضراب الذي نجح بنسبة أكثر من 90% كما تقول قيادة الاتحاد وكما شاهدنا في الواقع في الشارع التونسي؟ ننتظر رد فعل من الحكومة، ننتظر تصحيح مسار. ليس هناك بعد رد من جانب الحكومة إن كان على الأرض أو إن كان في موضوع يعني الجلوس على طاولة واحدة؟ لا، هو سياسة الحكومة الحالية للأسف الشديد هو الهروب إلى الأمام. يعني هي لا تعير اهتماما لا المنظمات العريقة ولا الأحزاب القوية المتواجدة على الساحة السياسية حاليا، يعني مثل الحزب الدستوري الحر وغيره. يعني هي تتجاهل كل الأطراف التي لها باع وذراع في تونس حاليا. يعني هذا متوقع من الحكومة. لا، هي نوعا ما الحكومة حاليا قد تكون يعني محتاجة لدعم اتحاد الشغل للحصول على تمويل جديد فيما يخص من صندوق النقد الدولي، ولكن يعني لماذا لم نشهد أي تحرك من جانب الحكومة سيدة آسيا فيما يخص يعني ما يحصل الآن في المشهد التونسي فيما يخص الاتحاد العام للتونسي الشغل، يعني وموضوع الجلوس على طاولة واحدة؟ هل سيجلسان أم أن الوضع قد يؤدي إلى توتر العلاقة أكثر بين هذين الطرفين تحديدا وإلى تصاعد الأزمة في البلاد؟ علينا أن نقول أن المنطق والحكمة تفترض أن يجلس الطرفان حول طاولة واحدة المفاوضات وأن ننهي هذه القطيعة، وأنه لا خيار اليوم إلا بالحوار. نحن ننظر يعني إلى الأزمات تدار ليس بالقطيعة وليس بالحروب الكلامية، ولكن بالجلوس لمواجهة يعني تعقيدات المرحلة للبحث عن حلول وللخروج من هذه الأزمة الخانقة. يعني من غير المعقول أن تستمر هذه القطيعة، وأيضا من غير المعقول أن يتم يعني إسقاط أو تجاهل أو إلغاء دور منظمة في حجم اتحاد الشغل وفي دور اتحاد الشغل. قد يكون له أخطاء، قد يكون له حسابات، وقد يكون لهذه المنظمة أيضا اليوم يعني أكثر من معركة على أكثر من جبهة، ولكن الحقيقة أنه لا بد اليوم ولا خيار اليوم في المشهد السياسي الراهن غير العودة إلى الحوار وغير تقريب المنطق. أنا قبل يومين كنت كتبت افتتاحية، هل سنلجأ يعني إلى وساطة دولية ونبحث عن من يقود هذه الحوار هذا الحوار، والحال أن لدينا من الكفاءات ولدينا يعني من القيادات ومن النخب السياسية التي بإمكانها أن تجمع كل الفرقاء وأن تقول يعني هنا أزمة تونس وهنا الحلول وهنا يمكن تجاوز هذا المستنقع الذي نغرق فيه الجميع. اليوم يعني هناك حديث عن التداعيات بلغة الأرقام لهذا الإضراب العام على الاقتصاد وعلى السياحة وعلى مختلف وجوه الحياة، ولكن نحن تقريبا نعيش على وقع هذا الجمود منذ أشهر طويلة. ولكن يعني تدخل، هل بالفعل هذا الوضع دكتورة سيدة آسيا يعني يتطلب دخول المجتمع الدولي على خط الأزمة؟ واقعية. نعم، يعني هل بالفعل يحتاج هذا الوضع؟ يعني هل هو متأزم بهذا الشكل الكبير يعني ليدخل المجتمع الدولي فيها؟ كون أن المجتمع فعليا لم يقم بأي خطوات جدية وحلحلت الملفات في بعض الدول في الشرق الأوسط، لنقل إن كان ليبيا، إن كان ما يشهده السودان، إن كان حتى ما تشهده سوريا وما إلى ذلك.
لا ليس هذا القصد، لا ليس هذا القصد، بالعكس نحن لا نريد أي تدخلات لا إقليمية ولا دولية ولا غيرها، هي كانت هي التحذيرات من أنه لابد من البحث عن وساطات وطنية داخلية وشخصيات يمكن أن تلعب دور الوسيط بين رئيس الجمهورية وبين الاتحاد والحكومة وتقريب وجهات نظر بين قصر قرطاج وبين قلعة حشاد. يعني هؤلاء يعني هم أبناء حشاد، هم أبناء محمد علي الحامي، هم أبناء النضالات التي شاركت في استقلال البلاد، التي كانت حاضرة في كل الأزمات السياسية، وأخيرها لا ننسى جائزة نوبل للسلام. يعني اليوم يعني كل المكونات موجودة لتجاوز هذه الأزمة، الإرادة هي المغيبة، الرغبة في الهيمنة وفي الإقصاء هي المشكلة الحقيقية. يعني لا نعتقد أنه نحن في حاجة إلى تدخلات دولية أو إقليمية أو غيرها. التونسي قادر على حل أزماته ومشاكله إذا توفرت الإرادة السياسية وتوفرت معها أيضا الرؤية الواضحة لمستقبل تونس للخروج من دائرة هذه الأزمة. نعم، مستقبل تونس إذا متوقف على هذا المشهد تحديدا وعلى الوضع الذي يشهده البلاد إن كان اقتصاديا وما إلى ذلك وتحسينها فعليا. دكتور عبد السلام، بالتالي نقطة المفاوضات التي تجريها اليوم الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية فعليا هو ما يعارضها النقاط التي فيها، يعارضها الاتحاد العام التونسي للشغل، أين تكمن المشكلة تحديدا هنا؟ يعني تداعياتها إن حصلت. الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض مبدئيا يعني خوصصة المؤسسة العمومية في تونس، وهذا طبعا كان شرطه في التفاوض منذ البداية، مثل الخطوط التونسية وغيرها من الشركات الوطنية التي لا يمكن أن تفرط فيها الدولة التونسية. إذا هذا هو موضع أو نقطة الخلاف الأساسية في اعتقادي بين الاتحاد والحكومة، هذا علاوة على أنه الحكومة الحالية ليس لديها برنامج واضح في التفاوض، ولا تشارك أي طرف ولا تأخذ رأي أي طرف قبل أن تتفاوض مع الأطراف الأجنبية. لكن هنالك موضوع خطير يحصل في تونس اليوم، وهو طبعا في صلب الحديث عن هذه المعارك والإقصاءات إلى آخره، هنالك منظمات دولية وسفراء يلتقون بكيانات أو هياكل غير قانونية في تونس، مثل ما يسمى بجبهة الخلاص، ومثل ما يسمى بهذه التنسيقيات التي لم تودع بالرائد الرسمي وليس لها أي يعني منحة قانوني أو أي شكل قانوني، التي تتألف من الإخوان وائتلافات التكفير إلى آخره من هذه الشخصيات التي يعني لفظها الشعب التونسي وقال كلمته فيها. وهنا ننتظر رد واضح من الحكومة التونسية ومن رئيس الجمهورية، كيف لجبهة الخلاص مثلا التي تعتبر جبهة غير قانونية وهيكل أو كيان غير قانوني يقوده الإخوان وائتلاف الكرامة، كيف لها أن تتقابل مع سفراء يعني بشكل رسمي، سفيرة أمريكا، سفيرة أمريكا وسفيرة ألمانيا إلى آخره، كل هؤلاء السفراء يزورون جبهة الخلاص. إذن هنالك تبخة تحاك ضد تونس، وهذا هو ناقوس الخطر الحقيقي في البلاد. وهذه دعوة إلى رئيس الجمهورية إلى التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل في أقرب وقت، والحكومة التونسية إلى التفاوض مع المنظمة الشغيلة في أقرب وقت، حتى طبعا نتجاوز أو يعني نتجنب هذه التدخلات الأجنبية التي لا تنبئ بخير. يعني بالتالي يعني إلى الآن لم نشهد كما قلتم أي تحرك من جانب الحكومة تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل وهذا الإضراب. يعني هل سيكتفي بالتالي الاتحاد بما يحصل اليوم أم ستكون هناك خطوات أخرى؟ دكتور عبد السلام، إن لم يكن هنالك تجاوب سريع من الحكومة التونسية ومن رئاسة الجمهورية التونسية سوف يساعد الاتحاد وسوف تكثر الإضرابات طبعا، وستكون طبعا بشكل منظم، لأنه مثلا اليوم هنالك مغالطات كبيرة، ليست كل البلاد مضربة، هنالك بعض الشركات وبعض المؤسسات التي تم الإعلان عنها تخص القطاع العام هي من قامت بالإضراب اليوم. بالنسبة للمؤسسات الحيوية مثل الصحة وغيرها كلها تشتغل في تونس، يعني هنالك مغالطات إعلامية كبرى تبث اليوم لتشويه الاتحاد العام التونسي للشغل ولتشويه أي صوت يعارض التمشي الحكومي الحالي ويعارض تمشي رئيس الجمهورية. لنكن واقعيين، يعني كل ما يدار وما يحاك على صفحات التواصل الاجتماعي في تونس وعلى عديد المنابر الإعلامية المأجورة في تونس هو طبعا واضح المعالم وجلي المعالم، واضح الأهداف، هو حملة تشويهية كبرى فقط. طيب بالتالي سيدة آسيا، كان من المفترض في البداية قلتي تجنب هذا الوضع من جانب الطرفين لنقل وإيجاد حلول بديلة من أي طرف، يعني إن كان لحل حالة هذه الأزمة. برأيكم هل
من مخرج وسط من هذه الأزمات الفعلية المستفحلة بالبلاد وتحديدا فيما يخص الآن الحكومة والاتحاد؟ بالتأكيد ليس هناك من أزمة إلا ولها حل، وإلا يعني لما انتهت الحروب ولما انتهت الصراعات ولما انتهت الأزمات في العالم. ننظر حولنا ونرى أن الحرب في أوكرانيا منذ أيام الأولى كان هناك مفاوضات بين موسكو وكييف، فكيف في بلد يعني متجانس ليس فيه لا طوائف ولا غير ذلك يعني من الموانئ. اليوم غياب الحكمة وغياب العقلاء وغياب الرؤية الواضحة هو الذي يمنع هذا الحل. اليوم يعني الواقع يفترض أننا نعيش أزمة عميقة، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، تداعياتها ستتضح أكثر يعني على الميزانية العمومية. يعني حتى صندوق النقد الدولي فرض أن يكون التوافق بين الحكومة وبين اتحاد الشغل من التحسين الحاصل قبل المرور إلى مفاوضات، وقبل يعني قبول هذا منح تونس هذا القرض الذي تنتظره، ليس للاستثمار وليس للإصلاح ولكن لتسديد الأجور وغير ذلك. المنطق يفترض لو كان هناك بقية من حكمة وعقل وبقية من حرص على مصلحة هذا الوطن أن تعود الأطراف الفاعلة إلى طاولة المفاوضات وإلى التحاور مع اتحاد الشغل والحكومة ورئاسة الجمهورية أيضا، في انتظار أن تتضح ربما صورة هذا الدستور الجديد الذي تبشر به رئاسة الجمهورية حول جمهورية جديدة. يعني احنا نعيش مرحلة غموض ونحتاج للخروج من دائرة الغموض، ولا بد يعني من تشريك كل المنظمات الفاعلة، ولا يمكن مهما كانت قدرة الفرد ان يتفرد بصناعة المشهد السياسي بمنأى عن الجميع وبمعزل عن الجميع. لا بد ايضا من تشريك الكفاءات ومن النخب السياسية وأصحاب الخبرة في هذه الأزمة للخروج. تماما، بقي لدينا أقل من دقيقة سيدة آسيا. تتسع والخصوم يتجمعون والمشهد يعني مقبل على كثير من السيناريوهات، يعني لا نعرف طيب كيف ستكون. أبرز السيناريوهات التي من الممكن أن يشهدها المشهد، أن تداعيات ما يحدث في ليبيا، تداعيات الحرب في أوكرانيا، تداعيات سنتين من الكوفيد، كل هذا يعني يدعو إلى التعجيل بالبحث عن حلول. ثم طيب هو فعليا انتهى الوقت، ولكن هي كبيرة عريضة دون تشكيك الاتحاد، وهذا نعم. نقطة ضعف كبيرة سيدة آسيا إن كنت تسمعينني نعم آخر ما أو انتهى فعليا وقت البرنامج، ولكن أتجاوز ببعض الثواني مع ضيفي الدكتور عبد السلام في السيناريوهات المتوقعة. دكتور عبد السلام بشكل سريع لو سمحتم. بشكل سريع، نحن ننتظر رد فعل من الحكومة التونسية سواء من رئاسة الحكومة أم من رئاسة الجمهورية، والجلوس على طاولة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل في أقرب وقت، والتفاوض حول مصلحة البلاد التي تقتضي اليوم أن نملي بشروطنا لصندوق النقد الدولي ولأي طرف أجنبي يمكن أن نجلس معه لأجل إيجاد حل في تونس. يعني ليس الهدف هو أخذ قروض مقابل أي شروط، يعني فقط لتسديد لسداد أو رواتب الوظيفة العمومية، لا، يجب أن لا نرضخ لأي شروط للطرف الأجنبي، هذا هو في اعتقادي. تماما، أشكركما جزيل الشكر على كل ما تفضلتما من إيضاحات في حلقة اليوم. ضيوفي من تونس الدكتور عبد السلام شقير، إعلامي ومحلل سياسي، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا أشكر ضيفتي من تونس السيدة آسيا العطروس على كل ما تفضلت به الإعلامية والمحللة السياسية. في الختام أشكركم مشاهدينا، إلى اللقاء.